راح تكونوا انتم اول قناه تدري بالموضوع. بالطبع ما راح اعطي تفاصيل كبيره، ولكن بالايام هاي بصمت اشتغلنا على موضوع ضد دوله بولندا، ملف كتبته بايدي للمحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان، لاشخاص موجودين بالمنطقه العازله يلي ما ممكن يقرب لهم اي حدا. رفعنا هاي الدعوه، ومبارح تقريبا الساعه 5-6 المساء فزنا الدعوه. وبالطبع انا ما فيني اعطي تفاصيل اكثر من هيك، ولكن هو راح يكون مثل سابق قضائي نقدر نستعمله مع كثير اشخاص راح تكون حياتهم مثلا بخطر وموجودين بالسياج من الجانب البولندي. نوال، بدنا تفاصيل، وين رفعتوا الدعوه وشو الحكم اللي اخذتوه؟ يعني بعرف انه ما فيكي تحكي لنا كل شيء، بس على الاقل يعني ما هي نتيجه الربح؟ يعني شو اللي راح يصير؟ المحكمه هي المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان. بالطبع الملفات الناجحة دائما بتكون هي ملفات أفراد، لحتى نقدر منفوز قضية مع أفراد موجودين بمكان وحقوقهم معدومة بهذاك المكان، لحتى نستعمل نفس القضية من هون لقدام مع أشخاص ثانيين. يعني كل حدود بدها ضغوطات بهاي الطريقة لحتى شوي شوي تتغير معاملة السلطات الأوروبية. بالطبع الدعوة هي ضد بولندا وليس ضد بيلوروسيا، لأن بيلوروسيا ما لها تحت الاتفاقية اللي تشمل فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ففينا نقول إنه هذا أول إنجاز قانوني من لما بلشت الأزمة لليوم. راح نعلم عليه بعد يومين ثلاثة، يعني بأدق تفاصيله. وعلى فكرة أبشركم، بالطبع أنا ما فيني أقول الاسم والكنية، الإنسانة يلي قبلت إنه تكون بصفي لحتى نقدر إنه نرفع الدعوة كانت امرأة سورية موجودة على الحدود.